السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. المهم قبل ما عيطوا ضحكني. المهم اليوم الحاجة غدير لكم واحد الطويجين ديال جلبانة ورقوق بالدجاج. غديرو بالدجاج بالفخيضات ديال الدجاج وغديرو بالجلبانة ورقوق. يلا قلبوا عليا بالضحك دابا، ما نطولش عليكم، خليكم مع الطريقة والمكونات. يلا فرجتكم ممتعة. يلا جميش هانتوما المكونات. واحد ربعة الفخيضات ديال الدجاج انا وياها، عندي هنا واحد جبيبينه ديال الجلبانه، عندي جوج بصلات، وعندي هنا القوق. اول حاجه غتبدا على بركه الله غنشعل لك على الطويجين. بسم الله بسم الله سيري الحاجه. يلا بلاتي امي بلاتي، انا شللت ونشفت قبيله. صافي اوكي يلا سيري. يلا ها هي دارت فيها الزيت. اوكي شو غديري فيه؟ ما بعدش الدوي دارت ليا انا قريت مي مي ممكن تدوي ما بغيتيش تباني ولكن ممكن تدوي. شنو اللي درتي لي بعد؟ هادي اللي تطيح البصله. ايوا قول لي اللي تطيح البصله. ما عرفت ليش ما جيتها اللي تطيح البصله. هيا ما ترقيش بزاف، خلي مغلاضين امي. ما يوحلو لا ما تيوحلوش، ها دير دير خليها ديك كل خليها. هيا يلا انا المهم انا غنحل لي هاد البصايله دابا. مزيده ولا لا؟ على اسود بارك. يلا صافي هاتو هاد البصايله طحنتها ليها غنديرها هنا. طحنيتها الاخرى تاهي دابا ولا بلاتي؟ خليها بلاتي هذيك كنديرها من الفوق. اوكي ها هي دارت على البصايله هاد الاولى درتها ليها هنايا. غتخليها تتشحر ولا غديري نيشان العطريه؟ غندير العطريه. اوكي ويسقى جبد المعلقه صغيره بغيت نكثر الملح. لا دير شويه. ها هي دارت شويه الملح سكين جبير. واه سكين جبير. يلا زيدي دابا خرقوم. الخرقوم هذا صافي درتي صافي هادشي اللي كاين. صافي شويه دارت الملح والخرقوم وسكين جبير. تحميره تدير دابا في التحميره فابريكا. متحميره ما تيديروهاش في الدجاج. ها تحميره ما تيديروهاش في الدجاج. علاش؟ ايوا ما عرفت انا كندير. تديريها؟ اه ايوا صافي. المهم الطاجيره ديالك هنا شويه زعفران. واخا بلاتي ها هي دابا دارت فخيضات. هاجا غتشبعنا طواجن ما حدا كاينه. اه كان عليك الطواجن لاتي ياك. صافي دابا غتشحر واحد شويه. نشحر شويه واي هاكم الثومة. ها هي دارت واحد 3000 صوص ديال الثوم. شويه الزعفران شويه الزعفران شيد ها صافي. اوكي شويه يتقلى صافي خلاتو واحد شويه قالت لكم يتقلى ونتلاقاو معاكم. هنا عندي القوق ها هو كيف ما كتشوفوا. راه شريتو شحال هادي خليته هنا في الماء واحد جوجات قال لي جاكم وصلقهم ليا غنخليهم ليه هنايا. هادو اللي زوينين هادو اللي غنريحو غندير ثلاثه. هادو اللي باقيين مسدودين غادي نسلقوهم وهادو اللي تحلوا باش تعرفوا القوق قديم ولا جديد. لا كان هكا محلول راه قدام قدام وعملت يكون باقي مسدود راه تيكون جديد. لا بغيت تعرفوا حيدت لك هادشي وعاوني لي بغيت تعرفوا لي فطور سير نيشان مريش انا هادكش. صافي صافي الحاجه حلات دابا شفتوا تقلى شويه غديري الماء ياك. واه انت ما غنقول لك تقولي لي بركه كبي ما تيشربش كبي على هاد يلا بركة. صافي هانتوما شويه ديال الماء لحقاش عندي الطاجين ما تيشربش. صافي شغديري دابا هي قالت لي دابا غدير الجبانه. شد هذا غنشد لك شديتي هذا هنايا ندير مع الجناب. واه دير الوش دير دير كان الوش ما عليه. زيد زيد بغيتي نزيد بقى؟ لا بركة هو احنا بالذات ما كاين حد. صافي صافي دير واحد البصيله غندير لها البصيله تاهي
صافي صافي. ما غادي يقول لي واش ديري القزبر. هو القزبر يلا كنديرو فيه. درت شويه ديال الربيع هنايا معدنوس سميرك معدنوس نحيك عندنا القزبر موجود لا معدنوس اللي تيستعملو بزاف صافي. هو سميتو القوق ها هو حطيهم هنا حطيه هنا انا ساكته لا نحرقك كلش هاش هانتوما ها القوق ها هو مقسمو على جوج واه انا غنقسم وغنعطيه للحاجه هي غتحطهم كما بغات وهادو انا ما كنرميهمش انايا تنديرهم تاعهم نديرهم هنايا مع الجناب بحال جاني البلو القريط وزيدي لكن بما انا تكثر ولا ماشي طازين يوصل زادت شويه ديال المرق صافي صافي نسدو دابا شدي صافي يلا تلاقاو من وجه الطاجين الله يعاونكم نديرو الوصيفتو نسلق ليه هاد القوقة هذا اللي بقى ليا مترميوش نتوما لا درتوش جبانة في الدار والقوق وحيدتو هذا سلقو هذا راه دار الطنجية دابا ها هي هنايا تتغلي غنديرو فيها شوية الملح غندير فيها هاد الحامض اللي كنت خدامة به وغادي نوضعهم هنايا هادو راه كيمشي دابا تنغسلهم الطاجين صافي باش غادي نتغداو عندي واحد الخيارة غسلتها مزيان بيكربونات الصوديوم هنا والماء وواحد الحامضة قطعتها ترونشات وحيدت ليها الزريعة ديالها وعندي هنا تيرموميكس درت فيه ايترو ديال الماء هكا صافي وغادي نوضع فيه كلشي هادشي وغادي نطحن غنعطيه دقيقة على درجة غنعطيه دقيقة على الفيتاس 10 على الفيتاس 10 مرور دقيقه تي تطحن دابا غادي نضيف ليه واحد جوج معالق ديال السكر ها وحده ها جوج على الميه انا باش نديروش فيه السكر انا نرجعكم ما تنديروش فيه السكر ولكن تجي تتخسر لينا كلشي في السكر عزيز على مي السكر ما عندهاش الحمد لله مي صانة ولكن عزيز عليها نعطي واحد 30 ثانيه صافي وغادي ندير ليه هكا صافي هنا من بعد ما وجد ها هو تيصبح هكا دابا غنصفيه تينزل غير العصير لتحت باني باني جاك من قايد لغايد الخبز غادي تحرق ليا في الفرن طب جارك باني جاكم من عاد ديالنا حنا بعدا ماشي مشكل ها نتوما شوف الخبزه ديال جاكم هادي غداه ويلا مرابيه الخبز ديالنا حنا مازال صافي غنصفي دابا هاد العصير ها هو كيف ما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الطواجين ديالنا هو هذا شرب واحد شويه كي معليش ما كنبغيوش البلول بزاف وهنايا العصير اللي درت معكم ديال الخيار مع ديال الحامض خبيزه ديال جاكومو ها هي غنجبد دابا حتى الخبيزه ديالنا حتى هي باقا سخونه غنوريها لكم حتى هي اوكي صافي وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا ديال النهار نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم شجعتكم للقناه باش يوصلكم دائما الجديد وتشجعتكم الحاجه باللايكات والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش تعملوا لكم فيديو مع السلامه